مرحبا بكم مشاهدي شوف سبور مع هذا البث المباشر من قلب ملعب نجم الشباب الرياضي البيضاوي. غيحضر معنا في هذا البث المباشر السي ابراهيم الغوتي مدير اكاديميه نجم الشباب باش غيعطينا واحد الكلمه في حق واحد من النجوم اللي عطاو شي كثير لكره القدم الوطنيه والمغربيه، الراحل عبد الخالق اللوزاني اللي شاءت الاقدار باش يلتحق بجوار الله سبحانه وتعالى من بعد الوفاة ديالو في صباح هذا اليوم. سي إبراهيمي مرحبا بك على شوف تي في. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم الأستاذ ديالنا عبد الخالق اللوزاني. عبد الخالق اللوزاني هو غني على التعريف، كاريزما خاصة به، من الاوائل والقلائل اللي كان عندهم واحد ثقل في تكوين فريق وطني. هو اللي كان مهم، واللعابه اللي دازوا عنده اون غروند بارتي داروا الاحتراف بنجاح في اوروبا، وعطى واحد الصبغه جديده وفكره جديده، لانه هو كان مبتكر بزاف ديال السيستم. سي ان كرياتور دو سيستم او نيفو تكتيك او نيفو مونتال او نيفو فيزيك، وكي غيسي هو اللي نجح باش وجد لعابه اللي كيتيقوا في راسهم ثقه، عندهم واحد لا فورس مونتال. كان كيهضر على سيغتو لا بريباراسيون ميتيال تاكتيك معروف بها، هو كيهضر على الجمهور كامل اللي كان متتبع كره القدم تاكتيكمون اي فيزيكمون اي تكنيكمون. دونك الله يرحمه ضعنا في واحد الاطار كبير، لانه من القلائل ديال الاطور اللي كانوا عندنا، وخلى مدرسه، راه خلى مذهب، عنده واحد لي تيوغي اللي خلاهم باقي لدابا كيستغلوهم المدربين اللي جاوا من بعده. ونتمناو ان ما يكونش اخر اطار من هذا النوع، اخر مدرب هذا النوع نضيعوا فيه، ونتمناو ليه المغفره ونتمناو ليه فسيح جناته. الطريقه ولا السيستم اللي كان كيلعب به خالق اللوزاني، كتشوف باللي الكره المغربيه دابا محتاجه لهذه الطريقه ديال اللعب بانها تضغط وتعطل الاطر اللي يلاه طالع في التدريب. هو اللي كيعرف عبد الخالق اللوزاني بالخصوص ذوي الاختصاص لي سبيسياليست دي زونترينمون لي زونكادرور، كيعرفوا ان عبد الخالق اللوزاني كانت عنده اون ايتيد سيغ لاتموسفير دو شاك رونكونتر، كيشوف لاتموسفير اي لي سيركونستونس بريزونت دو شاك رونكونتر، وكان كيقراها وكيقراها مزيان عاد كيهيئ اللعابه بوغ فيغ فاس هذيك لا سيتياسيون. دابا راه سي تريز دابا اللي كان كيابليكي هو كان سابق الوقت ديالو في الحقيقه، لان لو فوتبول ديالو اللي كان كينسيستي عليه سيتي لو فوتبول فاسيل، سيتي با ان فوتبول دو بريستاسيون انديفيديال، ولا كان كيبغي هو 100% كوليكتيف. لو فوتبول اللي كنشوفوه دابا و الى غيسي انستالي اون كونفيونس في الجوار، بيان سيغ يافي بوكو دو كونترانت، يافي بوكو دو فهمتي دو بوليميك بوغ سارتان جوار بالنسبه للتاودي، بالنسبه من بعد تو سا سيتي ارونجي. ولكن لا بروف لا سيليكسيون اللي دار اللعابه اللي اختار، هذه هي شهاده من عندي انايا، جو لوي جيت با لي فلور، شهاده دان سبورتيف ان سبورتيف ودان ارتيست دون لو سبور دو فوتبول. الى غيسي ا ديتيكتي ا برودوير دي جوار دو هو نيفو كي او ميم اون غيسي ا سانستالي اون اوروب افيك بوكو دو كاليتي كي كون ايتي نوتر فيرتي او ماروك. صراحه هي هذه. كتشوف باللي عبد الخالق اللوزاني ما تعطاتوش هذيك القيمه ديالو كرويا في المغرب؟ هذا مشكل عندنا في المغرب صراحه. ذاك الوقت راه بزاف المدربين اللي دازوا ولقاو المشاكل، لان الجمهور عنده عقليه. دابا الجمهور يلاه بدا كيتانستالا فيه ديك ليدي دو سافوار بيردر. دابا الجمهور ما كانش كيبغي الهزيمه، ما كانش كيبغي الاقصاء. دابا الكره راه ولات فهمتي، ولات اقصاء وتاهيل. هذه الكره دابا اوني با ترو اكزيجون باسكو الناس ولات كتفهم دابا في الكره، ولات كره ولات علم، ماشي علم اكزاكت، سي با سيونس اكزاكت كون ميم، ولات ان ماتيغ ا ايتيدي. الوقت اللي كان لوزاني كانوا لعابه كبار في المغرب، وما كانش ديك الساعه المغرب كيستورد لعابه من الساحل الافريقي اللي سيب صاغيان، اغلبيه كانوا مغاربه انتاج محلي. والدليل ذلك انه الفرق الوطنيه اللي كانت كتساهم 99% انتاج محلي. دونك
اللوزاني كان كيعتمد على اللعابه ديال الوطن داخل الوطن، ولكن ما كينساش اللي هما كيعطيو اللي هما مستوى عالي في اوروبا كان كيشوفهم. هذا هو لا ديفيرون، كانت لا ماجوريتي لوكال دي جوار لوكو. الغوتي كلمه اخيره في حق الراحل. كنشكروه على كل شيء اللي عطاه، ونشكروا الناس اللي كل عطاه، ونشكروا الناس اللي مشوا في هذا الطريق ديال الحب الوطني، لانه كان كيبغي بلادو. On doit quand même déclarer qu'il était un grand, grand, grand entraîneur, un grand coach avec des qualités, où c'est quelqu'un qui était un grand académicien dans la matière du football, un grand connaisseur. Où j'ai beaucoup d'affaires jidan et n'attends pas bien. On va qu'il d'abord à qui m'a expliqué qu'un sport lourd dialo, qu'un sport lourd dialo. On te met nos liens de mafira. Salam alaikum, salut. C'est le retour sur le canal. الكلمة اللي عطيتي في حق الراحل عبد الخالق اللوزاني، كنتمناو نتلاقاو معاه. ما قلت عليه والو، راه تشوف المدربين اللي تعاشروا معاه واللعابه اللي تعاشروا معاه يعاودوا لك عليه. بوكو بوكو دو دانيكدوت، بوكو بزاف ديال الامور ما بغيتش ندخل فيها، ولكن انا كنعترف به شخصيا كان تري غون انترينور، ان جيون ديال لونكادرومون ديال لونترينمون. ونتمناو يكون عندنا بحاله، نتمناو يكون عندنا بداك الصدق ديالو وبداك الحب ديالو لكرة القدم والوطن ديالو كذلك. سي ابراهيم شكرا لك، تبارك الله. شكرا لكم، شكرا لكم مشاهدينا. الى هنا نصل الى نهاية هذا البث المباشر، نتلاقاو معكم ان شاء الله في بث مباشر جديد، والى اللقاء.